انت لسه بتفرش؟ ايه اللي جابك متاخر النهارده؟ انا مش جاي متاخر، انا جاي من بدري، بس كنت متدهوي كده على جنب لغايه ما البلديه تمشي. ما انا قايل لك اعمل ترخيص بالمكان عشان ما تقلبش دماغك كل شويه. والله انا عايز يا استاذ هلال، بس هم اللي مش عايزين. انا عايز كتاب شخصيه مصر الجزء الرابع، عندك؟ عينيا الاثنين، لحظه واحده. اتفضل يا استاذ هلال، الجزء الرابع اهو. خد التالي ده كمان معانا. حاضر. استنى وده. حاضر. ثانية واحدة، خد ده كمان. عينيا الاتنين. حسابك كام؟ ده كلام برضه يا استاذ هلال، وحضرتك غريب يعني. ما بعدين يا استاذ هلال، يعني وحضرتك ما تأجلنا تاني برضه. ثانية واحدة احطهم لك في شنطة. زيزو زيزو مش عارف ان عيد ميلادك هيتقلب بسرعه كده. ما انت عارف انا ما بحبش اليوم ده اصلا. ليه بقى؟ اصلي بكون فيه لوحدي. امك فجاه يظهر لها حاجه تشغلها. خالك عماد الظاهر نسيني. بس سيبك، انت عندي اهم منهم كلهم. يلا روح نفوض. حاضر. ايه ده؟ رواية بخط الايد؟ لقد قررت ان اكتب مذكراتي بعد فترة من التفكير. هذه المذكرات تحتوي على اسرار وخبايا لا يعلمها احد غيري. وانا اعلم مدى خطورة هذه المذكرات. لذلك لن أذكر الأسماء الحقيقية لأبطال الأحداث التي مررت بها، وسأرمز لأسمائهم بالحروف الأولى فقط. وإني أعلم أن من سيقرأها لن يستطيع أن يفسر ما بداخلها بسهولة، ولكني أؤمن أن بعض الإشارات الصغيرة ترشد صاحبها على الطريق الصحيح. ولكي تعرف مفتاح سر الكتاب عليك أن تبدأ بفتح غلافه. إمضاء مريم رياض. مريم رياض.
بدأ الخطر يقرب مني لدرجة انه مقتحموا شقته وفتشوا فيها. وقتها انا هلو ايه يا ابني في ايه؟ انت عايز تجيب اجا ليه؟ ليه هلو بس كده؟ ده انا بحبك. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ بدري ايه؟ الساعة داخلة على 11. 11؟ انا عايزك في حاجة. استنى، ده اوتوغراف. اوتوغراف بخط مريم رياض، الجو قديم قوي يعني. دلوقتي بقى ممكن تبعت مسج على انستجرام للنجم اللي انت عايزه، ولو رد عليك تعملها سكرين شوت وتتنطط بيه على اصحابك كمان. طيب ابحث لي عن مذكرات مريم رياض. مذكرات مريم رياض؟ لا مفيش اي حاجه عنها. طب ارجع لصفحه الاوتوغراف. عاشك بقى تطبع لي الاوتوغراف ده وتنزل لي كل الاخبار والفيديوهات اللي نزلت عن مريم رياض. ايه ده؟ ده حب قديم ده ولا ايه؟ قديم ايه؟ دي ماتت بقالها سنين. ايه برضه مقفول؟ ايوه انا بدات اقلق. عمر هلال متاخر كده، انا خايف لا يكون اللي في بالي حصل. اللي هو ايه؟ هو في ايه؟ امبارح ما رحت له البيت عشان عيد ميلاده، جم اللي بالي بالك وخدوه. هما مين دول؟ استاذ دراس ده موبايلي. انا عارف ان هو موبايلك. لازم نخلي بالنا، المراقبه عندهم اتطورت قوي، بقى من نهر الساتلايت على طول. لا أنا مش فاهمة أي حاجة خالص من اللي بتقوله. أنت بتكلمني أنا؟ قول كلمك أنت، أمال بكلم أمي. خلي بالك يا نهى، لازم تتعلمي لغة الشفايف. أنت دلوقتي كصحفية هم سامعينك في أي وقت وفي أي حتة، فهمتي؟ هما مين دول؟ ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الف 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 مبروك يا فندم الترقيه. مبروك يا ست اللواء. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا رؤوف، ومبروك وجودك معانا. الله يبارك فيك يا فندم. والله انا من مده طويله وانا عايز اسيب الاداب واجي هنا. يا راجل حد يسيب الاداب؟ حتى ريحتها حلوه. كتر خيرك يا فندم. والله انا متحمس جدا للشغل هنا الحقيقه. لازم تكون متحمس، البلد الفتره دي بتمر بظروف صعبه، تفجيرات في اكتر من مكان، والايام الجايه صعبه قوي. احنا ما نروحش بيوتنا، عشان كده عاوزك تشد حيلك معانا. كان الله في العون يا فندم. طبعا مع حضرتك. بس ايه؟ اصل انا يا فندم انا كنت جاي اقدم على اجازه. اجازه؟ هو انت اشتغلت عشان تطلب اجازه؟ اجازه جواز يا فندم. هو انت لسه ما اتجوزتش؟ لما ربنا أذن بقى يا فندم. لا إن شاء الله ربنا يأذن، بس أجلها عشان خاطر البلد. تمام يا فندم، تحت أمر سعادتك. الله يسلمك. رؤوف. أي فندم. خد الملف ده. ده ملف الصحفي هلال كامل، صحفي مش سهل. أي مقالة منه تقلب البلد. هو شغال في جريدة مشكوك في تمويلها. بس هلال كامل صحفي نظيف، عشان كده كنت عايز يكون عيننا هناك وهو رفض. عاوزك تدرس ملفه كويس. مفهوم يا فندم، تحت امر سعادتك. بعد اذن جنابك. اتفضل. اتفضل. كنت فين كل ده يا هلال؟ فين وليد بتاع الارشيف؟ موجود. عايزه ليه؟ عايزه يجهز لي كل اللي اتكتب عن مريم رياض. مريم رياض؟ وانت ايه علاقتك بمريم رياض؟ وانت كنت تعرفها؟ لا يعني اتقابلنا كم مره كده. ايوه بس دي واحده انتحرت من 8 سنين، ايه اللي فكرك بيها؟
مين قالك انها انتحرت؟ جرايه هلال ما كل الشهود والتحقيقات اكدوا انها كانت حادثه انتحار. وبعدين انت ايه اللي يخليك تنخرب ولا موضوع اتقفل من زمان؟ ايه ده؟ مش فاهم. على ما اشرب قهوتي وافهم هبقى فاهمك. انا نفس الخط اللي ممضي بيه الاوتوجراف هو اللي مكتوب بيه الصفحات دي. طب روح لشغلك انت يا سعد. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. ومين قال لك بقى ان اللي مكتوب في الكتاب ده حقيقي؟ في بلاوي باسامي ناس. الموضوع اكبر من قضيه قتل مريم. ايه؟ قضيه؟ خلاص خليت قضيه قتل؟ هلال احنا مش ناقصين مشاكل يا اخويا. لما تيجي اعزمك على الغدا. شغل بروجيكتو. خلاص تربست. بشوف اخرتها معاك. استنى يا دراز، هو ده الطبيب النفسي بتاع مريم رياض، لازم اوصل له. هو ده الصندوق الاسود بتاع مريم. هلال لا كده انت كبرت الموضوع قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تعيش نفسك في الاوهام دي، خلينا مركزين في شغلنا احسن. ده خيط ممكن يوصلنا لحاجه. والله لو وصلت هكمل، ما وصلتش اديني يعني يكفيني شرف المحاوله. انت تعرف الكاتب الصحفي اللي كاتب الخبر ده؟ ياس الزهران؟ لا معرفوش، بس اعرف رسامي الكاريكاتير بتاع الجريده اللي هو شغال فيها. طيب ما تكلمه يمكن يقدر يدلنا على حاجه. ماشي. الو. ايوه يا عمران. ايوه دراز معاك، وحشني. فين ايام زمان وحلاوه ايام زمان؟ ايام زمان ايه؟ انت هتستعيد ذكرياتك مع عمران دلوقتي؟ خليه يقول لنا فين الصحفي. ايه عمران، بقول لك ايه، في صحفي شغال معاك واسمه ياسر زهران. لا حول ولا قوه الا بالله، اتوفى في حادثه السنه اللي فاتت الله يرحمه. طبعا عمران هبقى اكلمك تاني. سلام. يبقى مفيش قدامي غير ميم ميم. الو. ايوه يا بابا، انت ليه قافل تليفونك طول اليوم؟ معلش يا حبيبي، اصله كان فاصل شحن. انا عايز اشوفك حالا. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لما اشوفك بقى هبقى اقول لك، اصل زار التليفون هيفصل تاني. طيب انا هتحرك حالا واجي لك على الجورنال. ماشي، مع السلامه. عارف يا بابا ان حضرتك اكيد زعلان مني عشان ما قدرتش اجي عيد ميلادك امبارح، بس والله كان عندي شغل في المستشفى طول اليوم. ولا يهمك، انا نفسي ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي امبارح اصلا. طب قول لي بقى، ايه الموضوع المهم اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ عايز اعرف ايه السبب اللي ممكن يوصل شخص للانتحار. اسباب كتير، ممكن يكون اكتئاب او صدمه او احباط مثلا، بس ده بيتوقف على الحاله نفسها.
والظروف اللي مرت بيها والعيشة اللي كانت عايشاها. طب لو انا قلت لك ان الحالة دي شخصية يعني مشهورة وفنانة وعندها فلوس كتير والناس بتحبها؟ انا ما اقدرش احكم يا بابا على حالة من المعلومات البسيطة اللي حضرتك بتقولها دي، لازم اقعد مع الحالة وافهم كل تفاصيلها. لا ما انت مش هتقدر تقعد مع الحالة لان الحالة زمانها اتحللت. مش فاهم. اسمع يا عماد، انا عايز اوصل لدكتور نفساني. خير يا بابا؟ وحضرتك عيان؟ انا ممكن اعالجك، انا دكتور على فكرة. انت هتعرفني بنفسك؟ ما انا عارف انك انت دكتور. انا عايز اوصل للدكتور النفساني اللي كان بيعالج مريم رياض. الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي. مريم رياض الممثلة؟ طب ما تفهمني ايه الموضوع بابا؟ هبقى افهمك بعدين. المهم هتعرف توصلني للدكتور ده؟ خلاص حضرتك قول لي اسمه وانا اجيب لك عنوانه على طول. اسمه ميم ميم. ايه؟ ميم ميم. استاذ هلال انا جبت لحضرتك انا اسفه جيت في وقت مش مناسب. تعالي تعالي يا نهى، مفيش حد غريب، ده الدكتور عماد ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لدرجه انهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها. وقتها كنت الجمله مش كامله. وقتها كانت ايه؟ ابشع حاجه انك تحس بالوحده حتى وانت قاعد وسط الناس. كنت خايفه ان النجوميه تسرق شبابي والاقي نفسي زي نجمات كتير فشلوا انهم يكونوا اسره ويبقى عندهم احساس بالاستقرار. كان نفسي اعيش زي اي ست ليها بيت وزوج وأولاد، بس كنت دايما بخاف من أي حد يقرب مني لحد ما قابلت يه عين. حبك الحمام دلوقتي. يلا يا عبد سابوري الأكل اتحك. حاضر أنا دي أهو حالا. زيزو زيزو. ايه هلو في ايه؟ مين اللي دخل المكتب؟ انا دخلت ما لقيتكش جوه فقلت ان الكتاب اللي كان على المكتب راح فين؟ اهو. وايه اللي خلاك تقتق منا؟ ايه يا ماما مالك يا حبيبتي مالك؟ بس 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 يا حبيبتي بس يا ماما بس. في ايه؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده بقى بعدين يا حبيبتي. أنا بس عايزاك تفهمني، هو أنت ليه مطنش إمضة المقايسة؟ مش تطنيش، بس التوقيت صعب يعني. أنا لسه موافق لك على تغيير أساس الوزارة من 3 أشهر، ده لسه في حاجات بكاسة يا حبيبتي. يا سلام، يعني أنت وافقت ببلاش؟ ما أنت واخد على قلبك قد كده. ما أنت برضه يا حبيبتي واخد حاجات قد كده. وبعدين أنا مش جاي عشان أتكلم في الشغل بقى. أمال جاي عشان تتكلم في إيه؟ أقول لك. جاي عشان اجيب لك دي. الله حلوة قوي يا جيمي. مش هتعرفي بس ان انا مش من نوعية الرجالة اللي بينسوا مراتاتهم بعد الجواز. بس يا ريت بقى تفضل كده على طول، ما يبقاش حلاوة اول شهر جواز. ايه ده؟ انت مستنية حد ولا حاجة؟ لا خليني اشوف مين. امسك ده. ايوه مين؟ ايوه يا نوجة انا غادة. غادة؟ منا ما قدرتش تستحمل معاملة بابا وماما ليها فسابت البيت وجت على هنا.
انت غلطان يا منى، كان لازم تستأذني يوم قبل ما تيجي. بكلمهم محدش بيرد كالعادة. طبعا شفت بقى ان انا اخر حاجة في اهتماماتهم، يمكن اكون مش موجودة فيها اصلا. يلا يلا بلاش كلام فارغ، يلا قومي نامي وارتاحي كده، تعالي اجيب لك هدوم تلبسيها. كبرت يا منى وبقيتي بترتبطي، ده ايه الجيل السريع بتاعك ده؟ انا ارتبطت بجدتك بعد ما ماتت بسنتين. خدي البيسنت ده كان بتاع امك وهي في سنك. ياه، هو انت لسه محتفظ بالحاجات دي لحد دلوقتي؟ عمري ما فكرت افرط فيهم. انت هتنامي هنا ها؟ طب وانت هتنام فين؟ مش مهم، انا عندي شويه شغل وبعدين هنام في اي حد. هو ايه حكايه الكتاب اللي شغلك ده؟ جمال بقاله فتره متغير معايا يا نجلة، يمكن عشان ضغط شغله. لا لا لا، الموضوع مش ضغط شغل، هو متغير معايا، ما بقاش زي الاول. جمال بيحبك يا غاده، ده واضح جدا من كل تصرفاته. اه والله، عايزه نصيحتي؟ انت لازم تكسري كل الروتين اللي في حياتكم، سافروا لكم كده كام يوم غيروا جو. لما بخلص القضايا اللي ورايا بشوف موضوع السفر ده بقى. وبعدين انت لازم تدلعي عليه شويه. طب انا هعمل معاكي واجب عمرك، انا عندي كده كام قميص نوم وكام بدله راس لسه ما حطيتهمش على جسمي، انا هديهم لك. حاولي كده تعملي لي مود حلو وشوفي بقى هيتغير معاكي ولا لا. تعالي هنا، بدله راس ايه وقميص نوم ايه؟ هو انا مش لسه خلعاكي من جوزك من كام شهر؟ ما انا كنت جايبه عمره، بس هو اللي ملوش نصيب يشوفهم عليا. بعدين انتي هتقطعي برزقك ولا ايه؟ ازيك يا مستر صفوت؟ طمني، ايه الاخبار؟ الاجتماع بينك وبين جمال كان موفق؟ ما تقابلتوش؟ هو مش المفروض انه كان يعدي عليك النهارده؟ ما عداش. طيب تمام، لا انا هبقى ارتب لك ميعاد معاه وهبقى اكلمك. مع السلامه. ولا ايه؟ الفنانه الجميله مريم رياض، وحشتينا وحشتي جمهورك. حقيقه الناس كلها بتسال فين مريم رياض وليه غايبه عننا الغيبه الطويله دي كلها، ليه مش بتحاولي تظهري خالص؟ ولا يمكن في اسباب منعاكي من الظهور؟ يمكن عشان مثلا فيلمك الاخير محققش الايرادات اللي انت كنت منتظراها؟ هو مفيش حاجه معينه، كل الحكايه اني ما عنديش جديد اقدمه. انا الفن بالنسبه لي بمارسه على انه حقيقه، بتعايش معاه. حكايه غيابي، انا فعلا غبت فتره، وده لاني مش عايزه اظهر للناس غير بالشكل اللي هم اتعودوا يشوفوني بيه. وبخصوص فيلمي الاخير ده، انتاجي انا، وخسرت فيه فلوس كتير. طبعا اتضايقت جدا من النقد اللي اتكتب عني، بس عندي امل اني اعجبهم العمل الجاي ان شاء الله. يعني كده انت بتحضري المشروع جديد دلوقتي؟ بصراحه لا، انا مش هتجمل واصطنع ان بيكلموني كتير في شغل وانا اللي برفض. انا بقالي فتره محدش عرض عليا اي دور، انا نفسي اشتغل مش بس عشان الفلوس، لكن شغلي بيحسسني بوجودي. أنا فعلا وحشتني الكاميرا أوي. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، وقتها أنا كانت خايفة. مريم ما انتحرتش.
الله، انت جيت امتى؟ انا هنا من بدري. امال كنت فين؟ واوعى تقول لي كنت مع صفوت، عشان انا كلمته في التليفون وقال لي ان انتوا ما شفتوش بعض النهارده. انا فعلا ما كنتش مع صفوت. يعني كنت بتكذب عليا؟ ايوه يا حبيبتي، كذبت عليكي عشان كنت بجيب لك الخاتم ده. اخس عليا، ده حلو قوي. ميرسي يا حبيبي. ميرسي على ايه بس؟ دي اقل حاجه ممكن اجيبها لك. انا حسيت ان انا مقصر في حقك قوي اليومين اللي فاتوا دول، فقلت اجيب لك هديه تعويض عن كل حاجه. معاك حق، احنا فعلا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض لوحدنا. هنسهر مع بعض النهارده. بس انتي سبت منا فين؟ سبت منا في اوضتها. بس انا لما جيت ما لقيتهاش. ويوم ورا يوم اتحول اعجابي بيها عين لحب، وهو كمان كان بيبادلني نفس الشعور وطلب ايدي وانا وافقت، لكنه اشترط ان الجواز يبقى في السر. معلش يا مريم، انا اهلي متزمتين شويه، يمكن ما يستوعبوش فكر جواز الفنان. مالها الفنانه يا دكتور؟ انا بقدم فن محترم، والادوار اللي هتجيلي هخليك تقراها انت الاول. اللي هتقولي لا ما تعمليهوش مش هعمله. مريم ارجوكي، لو بتحبيني وافقي. انا مش عايز مشاكل في شغلي، بالذات اني ماسك منصب العين هتكون عليه. وافقت، وفعلا اتجوزنا عرفي، وطلب مني انه يشيل الورقتين معاه. قال لي انه حابب نعيش سوا في شقتي لغايه ما اموره الماديه تتحسن. وبعد الجواز بشهرين سمعته كان بيتكلم في التليفون، وقال لي اللي بيكلمه ان صفقه الانسولين المغشوشه وصلت. في الاول كنت فاكره انه بيتكلم عن خبر قراه، بس بعدها بفتره كنت بتفرج على النشرة في التلفزيون. ما زالت نيابة الدولة العليا تواصل تحقيقاتها. سمعتهم بيتكلموا عن وفاة أكتر من 300 شخص بسبب الأنسولين المغشوش. هي أحدث موديل. ومرة وأنا برتب له لبسه لقيت في جيبه إيصال إيداع من البنك، والمبلغ اللي فيه بأكتر من 3 مليون جنيه. الشك اللي كان جوايا بدأ يكبر. في يوم تعبت شوية. مبروك، حضرتك حامل. رحت أكشف عند الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور. من الفرحة، هبقى أم. فرحتي بالموضوع ده خلتني نسيت الشك اللي جوايا ناحيته، وقلت أكيد هيفرح لما يعرف. أحلى خبر هتسمعه في حياتك، أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل، وإلا هوريك الوش التاني. أنا ما أقدرش أقتل الروح بإيديا. يبقى قتلكوا أنتوا الاتنين. ساعتها حسيت انه شخص تاني غير اللي عرفه. وبعد ايام لما سألني عملتي ايه، اوهمته اني نزلت الجنين. وفي يوم صحيت على صوت جاي من بره الأوضة، قربت من الباب لقيت واقف مع شخص غريب. الشخص ده كان اسمه تي زين. عرفت انه بيشتغل في مينا اسكندرية، واخد من جوزي شنطة فيها فلوس رشوة.
وقال له إن صفقة المستلزمات الطبية اللي خرجت من المينا اتعمل لها كمين واتمسكت، وإن البوليس اكتشف إنها ملوثة بالدم وغير صالحة للاستخدام. وقتها جوزي حاول يطمنه وقال له إن اسم المستورد الموجود جوه الأوراق ده اسم وهمي، وهو اللي مزور بالاسم الوهمي ده بطاقة ورق شهر عقاري. وتيه زين قال له إن زميله في المينا سين غين هو اللي مضى على موافقة الدخول، وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. بعدها خدت القرار إن ما ينفعش أعيش معاه بعد ما عرفت حياته، بس كان لازم قبل ما نتطلق أخد عقد الجواز الحرفي، لأن ده اللي بيثبت نسب الجنين اللي في بطني. ساعتها أيقنت إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فتحت الخزنة اللي بيشيل فيها أوراقه، ما لقيتش فيها ورقة جوازنا، بس لقيت اللي يثبت لي إني كنت صح. وفعلاً اتطلقنا بعدها. جرايه ايه؟ ده احنا بقينا نقعد في الارشيف اكتر ما بنقعد في مكاتبنا. ما هو ده شغل وده شغله برضه دراسه. شغل ايه ده؟ بقول لك ايه هلال، افضل حاجه ان انت تنسى موضوع مريم والمذكرات بتاعتها دي خالص. انت مش قلت لي قبل كده ان مريم دي كان بتتعالج عند دكتور نفسي؟ يعني الله يرحمها كانت لاسعه، ما ينفعش تثق في اي كلمه هي كتبتها. في اللقاءات اللي انا شفتها لمريم كان يدل على انها في حاله معنويه كويسه، كانت متفائله باللي جاي. انا بس لو لقيت اي قضيه من القواضي اللي كتبت عنها مريم هحس ان انا ماشي صح. قاضي؟ قاضي يا جدع انت؟ هي ممثله ولا محاميه؟ هلال يا اخويا خلينا نركز واكل عيشنا احسن. اكل عيشنا؟ انت ليه محسسنا ان احنا بتوع طرش؟ الله، ما ده شغل وده شغل برضه. يلا دور معايا يمكن نلاقي حاجه تخص مريم. يا جدع انت، هو مش مؤلف الرواية قال لك إن هي كانت متأثرة قوي بالشخصية اللي كانت هتمثلها في الفيلم، عشان كده كتبت الأسامي برموز وحروف؟ يعني حتى يا هلال لو الكلام بتاعها حقيقي صعب جدا إنك توصل للأسماء اللي هي ذكرتها. ما أنت لو قريت البلاوي اللي في الكتاب كنت اهتميت، إنما نقول إيه؟ الاهتمام ما يطلبش. لا ما اسمحلكش. لا لا انت ايه هتسوق فيها ولا ايه؟ وصلت للاهتمام ما تطلبش الكلام ده؟ طب انا هسيبك بقى واروح اشوف اكل عيشي. اكل عيشك؟ اه. طب بكره تيجي بدري عشان ترش قدام المحل. تتريق عليا هلو؟ سلام، انا هسيبك في الوهم اللي انت عايش فيه ده، وانا مش عارفك يعني. سعيد غنام.
هو اللي مضى على موافقة الدخول وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. سين غين سعيد غنام. حاجة من الاتنين، يا إما الراجل ده مظلوم زي ما المذكرات بتقول، يا إما مكتم على الفلوس عشان محدش يسأله من أين لك هذا. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم سعيد غنام بالسجن المؤبد لما نسب إليه من تهم. الله العظيم ما عملت حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء، ما عملتش حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء. الله يعلم، الله العظيم ما عملت حاجة، الله أنا بريء حاجة والمصحف الشريف بريء. الله يعلم ادخل. اتفضل يا هل، طبعتهم لك وبالالوان كمان، عد الجمايل بقى. واحد اتنين تلاتة. كويس، متشكرين. محتاج حاجة تاني؟ يلا قطع صاحبني. وانا طول يا هلو. على فكرة انا كان ممكن ارد على والدتك في اللي عملته معايا، بس انا اجلت ردي بنجاحك في الثانوية وهي مستنية تشوف نتيجة وعادك معايا. ما مش معقول كمان يا زيزو تقعد 3 سنين. يا حاضر. اللي مضى على موافقة الدخول وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا للقضية. وهي دي يا حبيبتي كل المعلومات اللي انت طلبتيها. مرسي يا بابا، مرسي قوي. الله، أنا لو عارف إن المكافأة هتبقى بالحلاوة دي كنت قلتلك أرجوكي اطلبي معلومات لـ 24 ساعة بحالها. ايوه حبيبتي، عايزه اشوف دايما الابتسامه الحلوه دي على وشك. وحد يكره يبقى مبسوط؟ انت عارف يا بابا غصب عني. انا عارف، انا السبب يا حبيبتي في كل اللي حصل. ايه ده، احنا هنقلبها نكد بقى ولا ايه؟ وبعدين خلي بالك انت لغايه دلوقتي لسه بالنسبه لي مصدر. مصدر بس؟ بس احلى مصدر في الدنيا. الله، يا حلاوه كلامك يا حبيبتي. يلا بقى ما تعطلنيش، خليني ادخل اشوف شغلي. اتفضلي حضرتك. السلامة يا حبيبتي. السلامة. الحقيقة يا هلال يا أخويا أنا مش عارف أشكرك على موقفك اللي عملته مع بنتي ده إزاي. بنتي ما قعدتش معايا القعدة دي من سنين. أنت قلت لها يا راجل أنت؟ أنا كل اللي قلته لها تنسى إنك أنت أبوها وتتعامل معاك كمصدر. مصدر مصدر. ما دام جابت نتيجة ده المهم. المهم انا عايز اخدمك خدمه على اللي عملته لي. قوم. المسجون اللي اسمه سعيد غنام اللي نوها سالتك عنه، انا عايز تصريح عشان ازوره في سجن برج العرب. اشمعنى بالذات المسجون ده؟ اصلي في قضيه كده بحقق فيها. عموما انا هكلم لك مامور السجن تقابله بصفه وديه، يعني ما انتش محتاج تصريح ولا حاجه. عايز تقابله امتى؟ بكره الصبح. أستاذ هلال تحب تشرب إيه؟ متشكر يا فندم، مش عايز حاجة.
لا متشكل ايه؟ انت عايز منظور بيزعل مني ولا ايه؟ يبقى قهوه مظبوط. قهوه مظبوط بسرعه. ودخل سعيد. تمام يا باشا. منورنا يا استاذ زين. طب يا استاذ زلال هستأذن انا عشان تبقى براحتك. اتفضل. ازيك يا سعيد؟ انت مين؟ انا جاي لك بخصوص القضيه اللي دخلتك هنا. انا عارف انت هنا ليه ومين اللي بعتك. اهدى اهدى سعيد، اكيد انت فاهم غلط. بالعكس انا فاهم صح، وصح قوي كمان. والحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إنك مش هتخرج من هنا حي. إيه ليه؟ يا أسود بتعمل إيه يا مجنون؟ أي حد هيقرب يخلص عليه. يا نهار أسود يا نهار أسود، حد يبلغ المأمور، المسجون هيموت الراجل. أنا جاي هنا عشان أساعدك، إديني فرصة أفهمك. والمفروض بان أنا صدقك، أنا هنا بقالي 22 سنة، ما حدش جه يساعدني. ولا تكونيش مظلوم في قضية تانية ومش لاقيين حد يشيلها، فقلت تيجوا هنا وتشيلوها لنا. أنا جاي لمصلحتك، عايز أعرف اسم الراجل اللي دخلك هنا. أنت جاي مخصوص عشان كده وبس؟ أيوه. ما عرفتوش اسمه في التحيات ليه؟ أنا قلت اسمه في التحيات ومحدش صدقني. أنا ما قدرتش أوصل للتحيات. أعقل يا سعيد وسيبه. ما حصلش أي حاجة يا سيادة المأمور. أرجوك خليهم ينزلوا السلاح. نزل يا ابني السلاح، نزل السلاح. سيبني دلوقتي يا سعيد، اوعدك مش هيحصل لك حاجه. لا انا مش هسيبك. محدش هيضرب يا سعيد، انا اديت امر خلاص. سيبني يا سعيد سيبني. خدوه حطوه في الحاجز الانفرادي. يلا نشر شارع غبرة الاسكندرية. الاسكندرية بعد السكة الحديد. السكة الحديد. أستاذ زلال أنت كويس؟ ما تقلقش أنا بخير. سعيد حاول قبل كده يهرب أكتر من مرة وخد عقوبة مضاعفة على اللي عمله، وأحبك تعرف إنه هياخد جزاؤه على اللي عمله ده. يعني ما حصلش حاجة عشان كل ده؟ ربنا يكون في عونه. أيوة دي شقة سعيد غنام. أيوة هي أؤمر. طيب أنا كنت عايز أقابل مراته. يا مهشام يا مهشام، الراجل ده بيسأل عليكي. في إيه؟ مين حضرتك؟ أنا من طرف سعيد، هو اللي بعتني. أنا صحفي وبحقق في قضية سعيد، وياريت لو تساعدوني بأي معلومة تفيدني إن أنا أثبت براءة جوزك. ياه، بعد 22 سنة ضاعوا من حياته وحياتي أنا وولادي، جاي حضرتك دلوقتي يا أستاذ وعايز تثبت براءته؟ إذا كان زمايله اللي كانوا واكلين معاه عيش وملح هم اللي بلغوا عنه وقالوا إن هو مرتشي، إيه اللي يخليك أنت يا غريب جاي دلوقتي وعايز تثبت العكس؟ وإيش معنى دلوقتي؟ لأني واثق من براءة سعيد، وعارف إن في ناس هم اللي رموه مكانهم في السجن. قولي له يا ماما على الناس اللي جابوا الشنط. الشنط إيه؟ في اليوم اللي اتقبض فيه على سعيد قبلها بساعتين جم اتنين وجايبين معاهم شنطتين كبار قوي، وقالوا ان الشنط دي بتاعت سعيد وان هو بعتهم عشان نخليهم عندنا. انا ما خدتش خوانه ودخلتهم جوه في الاوضه لحد ما جه البوليس وفتش الشقه ولقى الشنط، ولما فتحناهم لقينا فيهم فلوس كتير قوي. وبعدها اتقبض على سعيد. بس ازاي ازاي
ازاي؟ ازاي واحنا طول عمرنا ماشيين جنب الحيط وكافين خيرنا شرنا؟ سعيد عمره ما فكر ابدا ان هو ياكل ولاده من مال حرام. ده هشام اخويا. هشام ده استاذ هلال اللي جاي يثبت براءة بابا. شفت بقى انك كنت ظلمه طول السنين دي. اسمع يا جدعان، انت البيت ده ما تعتبوش تاني، وانا ما عنديش ابهات. اذا كان هو بعتك عشان تمثل علينا، فاكر يعني ان عشان مدته هتخلص هيرجع هنا تاني؟ قول له ان لو قابلته هقتله. اتفضل يلا من غير ما ترد. هشام ما ينفعش كده يا حبيبي، الراجل في بيتنا. طب اديله فرصه واسمعه، مش جايز كلامه يطلع صح وكل حاجه تتصلح؟ كل حاجه تتصلح. طيب هسمعك، بس قبل ما اسمعك تضمن ان انت ترجع السنين وتخلي الناس ما تبصليش على ان ابن حرامي ومرتشي؟ تضمن ان انت ترجع السنين وتخلي اختي تتجوز العرسان اللي تقدموا لها واللي برضه طفش عشان ابويا حرامي ومرتشي؟ تضمن ان انت ترجع السنين وتخليني احقق حلمي ان اتقبل في كليه شرطه؟ لو عملت كل ده ساعتها هسمعك واجيلك لغايه عندك وابوس رجلك وقلعك جزمتك واضرب نفسي بيها. مش مهم، بس المهم ان كل حاجه ترجع زي الاول. شوف يا هشام، انا هرجع لك ابوك وهو واخد حقه. اللي وزع على سعيد هو نفسه اللي بعت الناس بالفلوس، وكان رئيسه في المينا، اسمه توفيق زاهر. توفيق زاهر؟ توفيق زاهر تهزي. ايوه يا استاذ. ايوه نوها. سعيد غنام ما جابش سيرة حد في التحقيق اسمه توفيق زاهر؟ توفيق زاهر؟ ايوه يا استاذ توفيق زاهر، ده كان مدير المعامل الصناعيه في مينا اسكندريه. طيب عنوانه مكتوب عندك؟ عنوانه ثانيه، عنوانه لا يا استاذ عنوانه مش مكتوب، بس انا ممكن اجيب لك عنوانه يعني من اي حته. استاذ هلال، ايه ده؟ هو لا بيقول سلام ولا بيقفل. تحت امرك يا فندم. امين مجدي، تاخد الملف ده. ده بتاع واحد صحفي اسمه هلال كامل. الملف ده موجود فيه كل حاجه عنه، يعني شغله فين، بيته، قرايبه، كل حاجه عنه. عايزك تاخد الملف ده وتبقى الجي بي اس بتاع الراجل ده. فاهم يعني ايه جي بي اس؟ تحت امرك يا فندم. يبقى مش فاهم. مش فاهم، خلينا اشرح لك. يعني اي حد يجيله هو يروح اي مشوار في اي حته مع اي حد، لازم اعرف اول واحد باللي حصل. مفهوم؟ تحت امرك يا فندم. اتفضل. لا والله انا مش توفيق زاهر، انا فتحي الدمياطي. بس اللي اعرفه ان اللي كان ماسك مدير المعامل اسمه توفيق زاهر. الكلام ده كان من 6 سنين، لكن بعد الاستاذ توفيق ما طلع معاش انا مسكت مكانه. لكن غريبة، حضرتك جاي تعمل حديث صحفي مع حد ما تعرفوش. لا بس انا اصل الجريدة بتاعتنا جريدة صغيرة والمعلومات اللي فيها قديمة شوية، بس دي فرصة برضو نعرف التطور اللي حصل في 6 سنين اللي انت مسكت فيهم. اه طبعا الحمد لله، بعد انا ما مسكت حصل تطور كبير قوي. طيب هل من سلطتك الرقابة على الواردات اللي جاية من بره؟ على حسب، يعني لو كانت أغذية أو نماذج مكتوب عليها تاريخ صلاحية لازم أعمل تقرير وأمضي عليه بنفسي إنه صالح للاستخدام وإنه مطابق للمواصفات. طبعاً ده بعد ما بناخد منه عينة ونحللها. وده برضه بيحصل على الأدوية اللي بتستورد من بره؟ طبعاً إحنا هنا رقابة على كل حاجة. طيب حضرتك فاكر سنة 96 في شحنة مستلزمات طبية ملوثة دخلت هنا المينا؟ الغريبة انه تصرح بخروجها
وكتب انها مطابقه للمواصفات، بس هي اتمسكت بعد كده بعد ما خرجت من الميل. طبعا طبعا فاكرها. انا كنت ساعتها بشتغل تحت ايد الاستاذ توفيق زاهر. الاستاذ توفيق كان حاسم وبلغ عن سعيد غنام. الاستاذ توفيق ما كانش بيحب الفساد. الحمد لله سعيد خد جزاءه. طب انا ممكن اعرف عنوان توفيق الزاهر؟ اصل واحد زي ده لازم الصحافه تكتب عنه عشان يكون نموذج لغيره. طبعا اكيد هلاقيه في شؤون الموظفين. ثانيه واحده هجيبه لك بنفسي. اتفضل. ايوه باشا، في صحفي اسمه هلال كامل بيسال على عنوان توفيق زاهر. اتفضل يا استاذ، ده عنوان الاستاذ توفيق زاهر. هو الاستاذ توفيق ما غيرش محل اقامته بعد ما طلع معاش؟ لا بقى ما اعرفش، ده عنوانه اللي موجود عندنا من اكتر من 21 سنه. شكرا. ايوه نهى. استاذ هلال، وانا بقرا في التحقيقات لقيت حاجات مهمه ممكن تفيدك. قوليها بسرعه. انتوا مين؟ انت اللي مين؟ البطاقه والكرنيهات في ايدك. تسأل على توفيق زاهر ليه بقى يا عم الصحفي؟ اديك قلت صحفي، انا كنت بعمل شغلي. ومين بقى اللي بعتك تعمل الشغل ده؟ مفيش حد. انت جاي من القاهره كده لاسكندريه مخصوص مع نفسك تعمل شغل؟ انا شغلي يخليني اروح اي مكان. ده لو كان مكان عادي، لكن جاي لي في شقه مهجوره وكمان بتسأل على قضيه 96، يبقى مش عادي. انت تبع توفيق ولا تبع فتحي؟ انا هنا اللي اسأل وانت تجاوب. اجاوب عليه ايه؟ ايه اللي خليك تفتح قضيه اتقفلت من 22 سنه؟ انا صحفي عادي يعني، وشغلي مش مرتبط بسنين. وانا شغلانتي بقى اخلص من اي حد بيفتح القضيه دي. نصيحه مني، انسى الموضوع ده خالص، ما تشغلش نفسك بيه، احنا معانا بياناتك. لو شغلت نفسك بيه احنا هنشوف شغلنا معاك. لا 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 لا، كفايه كفايه كفايه. هو كده خلاص وصلت الرساله. اقول لكم ايه؟ معاك عنوانه، ها؟ لو حصل أي حاجة تانية انتوا عارفين هتعملوا إيه؟ موبايله لسه مقفول يا بابا. ألو، ما احنا هنروح على المينا دلوقتي ونطمن، إن شاء الله خير، ما تقلقيش. موبايله اتفتح يا بابا. كلميه بسرعه شوفي اخباره ايه. ايوه نهى. ايوه يا استاذ هلال، قلقتني عليك، انت كويس؟ انا كويس، ما تخافيش. طب الحمد لله. انا وبابا داخلين على اسكندريه، انت فين؟ تعرف حد اسمه فتحي الدمياطي؟ فتحي ده
كان زميلي في الشغل لغاية ما باعني هو وتوفيق زاهر. باعك ازاي؟ أول ما استلمت الشغل قابلني فتحي وعاملني زي ما نكون إخوات بالظبط. بعد فترة كده ابتديت أحس إن في حاجات مش مظبوطة في الشغل بين فتحي وتوفيق. إيه ده فتحي؟ دي منشطات جنسية. كرهية يا سعيد، ما تحبكهاش قوي كده. بقول لك إيه، 50 باك وعدي الليلة. لا، واضح إن أنت جيت للبني آدم الغلط. أنا هصادر الشحنة دي وهبلغ عنها كمان. كده؟ ماشي يا سعيد. ورفضت إن الشحنة تعدي. بالظبط. بعدها ابتدت معاملته ليا تتغير. لغاية ما جت شحنة المستلزمات الطبية الملوثة. ايه اللي في ايدك ده يا سعيد؟ ده عينها من الشحنه اللي دخلت طالعه طبيعها. طبيعها؟ طب انا قلت لك ان انا عينتها وطلعت مطابقه للمواصفات. ايوه، طب ايه المشكله ان انا اخد عينه تانيه عشان اتاكد؟ ولا انت ناسي ان التقرير ده هيطلع على مسؤوليتي؟ مسؤوليتك؟ ايه؟ هو انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا خالص، بس هو زي ما تقول كده زياده تاكيد. تاكيد؟ وماله؟ تاكد يا اخويا، تاكد. زاد التأكيد. هو فيه ايه؟ سعيد مصمم يا توفيق انه يعاني المستلزمات الطبية ويكتب فيها التقرير بنفسه. هو حر. واحنا هنعمل ايه؟ هبعت لسعيد يجيني المكتب. استاذ سعيد، المدير عايزك حالا في مكتبه. حاضر. وأول ما يخرج من المعمل تدخل أنت مكانه ومعاك عينة سليمة من الشحنة القديمة. تبدل العينة السليمة مكان العينة التانية. طلعت المعمل تاني وطبقت العينة. وطبعاً كانت سليمة. بالظبط. وكتبت تقريري إنها مطابقة للمواصفات. مش أنت القضية. أنت تعرف عنوان توفيق الزاهر؟ طبعا، ده محفوظ في دماغي ولا يمكن هنساه ابدا. ادهولي. وحياتك انا كنت عايز عماره 89 بيه، الاقيها فين؟ تقصد فيلا 89؟ هي دي. دي فيلا توفيق زاهر؟ ايوه. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. طب أنا عايز أقابله. تقابله فين؟ ما قدامك هو داخل الإسعاف. هو ده توفيق؟ أيوة والله. يا حبيبي، يا حبيبي توفيق، يا حبيبي مش هسيبك، أنا هركب معاك، مش ممكن أسيبه في اللحظة دي. معلش، هو مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ أنا صديق عمره، كنت في الخليج ولسه راجع عشان قلت ازوره يعني. يلا يا جماعه. اكرم، طب انا هاجي واركب العربيه. طيب ماشي. طيب رايح فين؟ هطلع اركب مع بابا. لا روح انت مع اختك، سيبني انا مع حبيبي. سيبني يا حبيبي. يا حبيبه كيفه، حبيبه توفيق. بس انا اول مره اشوف حضرتك هنا. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. غريبه، مع ان كان في دكتور صاحبه كان مقرب منه جدا، ما حاولش يكلمه او يجي يزوره حتى. اسمه ايه؟ اسمه اسقايا على الغربه لما تنسي الواحد. هو عموما كان اول حرف من اسمه ايه؟ لا يا انكل، بابا كان طول الوقت مشغول في الشغل وفي العمارات، محدش كان بيشوفه من صحابه خالص. دكتور، دكتور طمني بليز، بابي عامل ايه دلوقتي؟ حالته مش مستقرة، مع اني نبهت عليه أكتر من مرة بخصوص موضوع التدخين دي، خاصة بعد ما ركب الصمام. أعمل ايه؟ عنيد. طيب يا دكتور. مساء الخير. مساء النور. حضراتكم تبع الحالة اللي جوه؟ أيوه. طيب، هو احنا بس محتاجين حد يحط مبلغ في حساب المريض. طيب حاضر. طب استنى يا أكرم، أنا معايا فلوس في العربية. استنى. ازيك يا توفيق يا زاهر؟
دلوقتي بين الحياة والموت، وده اليوم اللي انت واللي زيك مش عاملين حسابه. ازاي تقبل ان سعيد يترمي في السجن وانت عارف انه مظلوم؟ مين الدكتور اللي كنت بتاخد منه رشاوي عشان يدخل الادويه السامه؟ ليه عين؟ حاول تعمل حاجه كفر بيها عن اللي عملته قبل كده. وزارة الصحة. مهما برضه حاولت مش هتقدر تخسرني، احتياجي ليك مش مقدر. اتفضل. ايه ده؟ بتذاكر؟ والله تتحسن. اي خدمة، بذاكر اهو. كنت عايز اللابتوب بتاعك عشان عايز اعمل عليه شوية حاجات كده. ايه اللي ده، انت بتستأذني؟ اللاب لابك، تحب اساعدك في حاجة؟ اللاب لابك؟ لا خليك انت في مذاكرتك، مالكش دعوه بيه. وبعدين بقى انا كده هتوه اكتر ما انا تايه. قلت لك اجي اساعدك يا هيلو. قلت لك مالكش دعوه، خليك في مذاكرتك. طيب. ايوه عماد. هيلو. ازيك يا زيزو؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. مبارك ايه؟ تمام. ايه الشنطة دي؟ دي هدوم يا سيدي. امال فين جدك؟ جوه قاعد على النت. نت؟ هو جدك بقى بيقعد على النت؟ ده انت لو سبتني معايا يومين كمان هخليه شايش. ازيك يا عماد؟ ازيك يا بابا؟ اعمل لنا قهوة زيزو. لا، انت قلت لي ذاكر وانا ما بحبش اكسر لك كلمة. طب ما فيش نزول البروفات. حالا تكون القهوة قدامك. شخصيته قوية قوي. هم انا خدت بالي. اخيرا جيت. ما انا ما اتحلت عليك عشان تيجي تقعد معايا. كنت فاكر ان انا هقدر اعيش في الشقه لوحدي، بس خلاص ما بقتش قادر. بقيت بقضي اغلب وقت في الشغل عشان ما اروحش. كل حته في الشقه بتفكرني بماضو. ماضو؟ والله وحشني ماضو. يعني كان لازم تتجوز اجنبيه او اللي حصل بقى. المهم قول لي حضرتك محتاجني في ايه؟ انا عايز اعرف مين المسؤول عن الادويه في وزاره الصحه. في كذا هيئه مختصه بالادويه تبع الوزاره. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرفهم كلهم. في عند حضرتك مثلا الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه؟ الهيئه القوميه
والهيئة القومية للبحوث والرقابة عن المستحضرات الحيوية واللقاحات. اللقاحات. وفي الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. بالراحة عليها شوية، بالراحة أنا بكتب وراك. حاضر. واللقاحات. إيه الإدارة بقى؟ الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة. أنا عايز أعرف بقى أسامي وعناوين المسؤولين عن الإدارات اللي أنت قلتها دي. وفي يا بابا، قبل كده طلبت مني ميم ميم، ودلوقتي عايز كل دول. وحضرتك بتعمل إيه بالظبط؟ وانت يعني كنت عرفت لي مين مين؟ انا قلت اجربك في حاجه تانية. والله العظيم يا بابا انا مش ساكت وبدور لك. انا حتى النهارده كنت لسه بسال واحد صاحبي على دكتور مين مين ده وفضل يتريق عليا. اه والله. يبقى كده الاتفاق على تجديد 40 مكتب بفرشه. بالظبط كده. ايه ده؟ 25 وزاره الاسكان، 15 وزارة الثقافة، في ايه يا عم؟ انت حرت على الاسعار القديمة ليه يا عمرو؟ ما كده كويس، خلينا في السيفتي. سيفتي ايه يا عم بس اللي انت بتتكلم عليه؟ حط 15,000 زيادة في كل مكتب. يا عم الطماطم غليت، انت مش شايف الاسعار بتزيد ولا ايه؟ ماشي. ماشي، تحت امرك، اللي تشوفه. يلا، ما تأخريش بقى بكرة. تقلقش. عن اذنك. اتفضل. جمال بي. ايوه يا قمر. هو احنا مش هنحتفل ولا ايه؟ ماشي، هطرق الانسان ده وحصلك على هناك. تمام كده يا دكتور، كتبته. شكرا يا دكتور، تعبتك معايا. معلش، مع السلامه. الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، يحيى علام. يحيى علام. يا عين. أعتقدك ما كانتش في محلها يا مريم. صباح الخير. نعم. أنا من فضلك يعني عايز أقابل الدكتور يحيى علام. بخصوص حوار صحفي. في معاد سابق؟ لا الحقيقة مفيش. طب اتفضل، استنى. أستاذة دعاء، اتفضلي. أنا جاي من قبلها يا أستاذ، ومن قبل اللي دخلت قبليها. وهم واخدين معاد من أسبوع. اتفضل ارتاح. أيوة نهى. بص يا دكتور، انا بحس في الفايلات اللي في الجهاز عندي على كل الاسماء بتاعه الدكاتره النفسيين، وما لقيتش غير الثلاث اسماء دول: مراد مرغني، مجدي محسب، مينا ماهر. بس مراد ومجدي متخرجين قريب. دكتور مينا ما عندوش عياده اصلا. اه صحيح، افتكرت، كان في دكتور بيروح له كل المشاهير والناس المعروفين في البلد، بس ما كانش بيتعامل معانا خالص. كان اسمه محمد محمدي. محمد محمدي. ميم ميم.
اهلا يا فندم. كنت عايزه اقابل دكتور يحيى علام. اقول له مين؟ نهى مندور من جريده نبض الشعب. لو حد سالك قولي انك واخده ميعاد مسبق بقالك فتره. تمام. بس عايزك تسيبي له رقم تليفونك، اوكي؟ طبعا، بس اول ما اخرج. اتفقنا. نهى مندور اهو فعلا فعلا في ميعاد. يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اتفضلي يا هانم، والله منورانا. اتفضلي. ايه يا استاذ رايح فين حضرتك؟ انا ابوها وهي واخده ميعاد مسبق، وانت لسه قايل كده قدام الناس دي كلها. يلا يا بابا. يلا حبيبي بابا. يلا حبيبتي. هما كلمتين هناخدهم من سعادتك ومش هنعطلك. وانا تحت امرك. تبقى نوع. حاضر يا استاذ. سيادتك خليك معايا، خليك معايا. سيادتك بعد ما اتخرجت كان مجال شغلك ايه بالظبط؟ الحقيقه من وانا طالب في الجامعه بشتغل شغلانتين عشان اصرف على دراستي، لكوني مغترب وزي ما تقول كده عيلتي كانت ظروفهم على قدهم. يعني حضرتك شخصيه عصاميه. عصامي بالظبط كده، مع ان عصامي دي دايما بتتقال على العامل املاك او اللي له حساب في البنوك، بس نمشيها عصامي. لا انا ما اعرفش حد في الضرايب. ولو تعرف على راي المثل، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط ايه؟ بلاط ايه؟ هو السوق تجاره الادويه والمستلزمات الطبيه بقى واقف في اليومين دول ولا ايه؟ ولا ايه يا نهى؟ دي مربحه جدا يا استاذ. مستلزمات طبيه ايه يا فندم؟ انا الحمد لله في مكانه محترمه، وبقبض اللي يعيشني انا واسرتي، وعمري ما اشتغلت الا في مجال وظيفتي وبس. وقضية 96 يا دكتور. انا قلت 100 مره قبل كده انا ماليش علاقه بالقضيه دي. وانت لو مالكش علاقه بالقضيه دي ما كنتش اتنرفزت كده. عشان مش موافق على تصرفاتهم، وعلاقتي اتقطعت بجماعه من وقت القضيه. جماعه؟ جماعه. تقصد الجماعه بتوعك وقتها يعني مريم. مريم مين؟ لا انا كل علاقتي كانت مع رشاد وبعض الاخوه، وزي ما قلت علاقتي اتقطعت بيهم تماما من سنة 96. وقلت الكلام ده 100 مرة قبل كده في التحقيقات. في التحقيقات؟ أيوه. يلا يا نهى. أرجو من سيادتك ما تنشرش حاجة تضرني، وأنا والله العظيم سبت الجماعة فعلا من سنة 96، حتى حلقت داني. عمرك شفت حد فيهم غير ده؟ لا، ما هو الجماعة ما طلعوش هم الجماعة. يعني إيه؟ يعني أنت ما طلعتش يع. نعم؟ يع. يع، ما طلعش يع أهو. يلا يا نهى. يا عين يا عم. يا وقتها كان ليا صديق مقرب فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابه في قضيه مريم رياض؟ الموضوع معوش بالسهوله اللي انت متخيلها يا هلال. المسألة ممكن تاخد وقت. مش مشكلة، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب بعقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نعس. انا مش عارف مقفلك ده ليه. عملت ايه يا نهى؟ كلمت صاحبتي اللي ماسكة اعداد البرامج الفنية وسألتها عن فهره صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سالتها على رقم وقالت لي ده مات من سنتين. يا استاذ دراز دي الصور اللي انا صورتها وطبعتها لوزير الصحه الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحه وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟
وبعدين انا وانت ايه؟ مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو؟ يوووو، خليه يدخل. ايه في حاجة؟ بيقول لي حماية برا. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أأمرني؟ أأمرني؟ أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وأنت كنت عايز تقابله إيه أصلا؟ عايز أعمل تحقيق صحفي معاه. طيب، هشوف الموضوع ده وأبقى أرد عليك يا عم. أنت عارف إن أنا بشتغل في جريدة معارضة. يعني سهل جدا أتكلم عن تكميم الأفواه واضطهاد الصحفيين المعارضين. والمره اطلع على نقابه الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخله كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبه ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحه امتى؟ يا استاذ هلال، في الحقيقه انا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، انا جاي لسيادتك عشان حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وانا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصرت في وزارة الصحة. أيوه يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضه ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حاصل السنة 96. في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده. بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلا ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم يا أستاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة وتليفوني موجود. لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه. يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ وانا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظه واحده من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. ان شاء الله يا استاذ هلال اكون عند حسن ظن حضرتك، وتاكد تماما انا لا يمكن ابدا اقبل باي نوع من انواع الفساد في الوزاره دي طول ما انا موجود على الكرسي ده. كما حضورياً بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من طهر. حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة يا دكتور يسري عبد المنعم دكروري. إيه يا عين، مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه. دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي
اسمه تيه زين توفيق زاهر. يا عين وتيه زين، انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه؟ اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع، بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا، اتحرك. بس انت واثق ان يسر الدكروري هو ايه عين؟ وقع بلسانه قدامي لما قلت له مريم خلفت، وشه جاب الوان وبقى عامل زي ما اكون عامل عمله. مش بعيد يصلت حد يخلص عليا. استاذ هلال، وحضرتك ازاي مش قلقان؟ ده الموضوع مش سهل. انا من رايي انك تبلغ الشرطه وهما يتصرفوا. وايه الدليل على صحه كلامه؟ قانون المذكرات ملهاش اي قيمه، لازم يبقى في دليل ادانه. صح، الدليل هو اللي هيقوي موقفي. انا دلوقتي عامل زي صوت في الزحمه محدش بيحس بيه. المشكله ازاي اوصل للدليل اللي سايباه مريم وسايباه فين؟ هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمله اليومين دول يا هلال. المشكله اننا مش عارفين احنا رايحين على فين، ويسر دكروري مؤكد مش لوحده. بعد اللي انت عرفته عنه يا هلال اكيد مش هيسكت. في حاجه انتوا ناسينها يا جماعه، يسري دكروري بكل المستلزمات الطبيه الفاسده اللي دخلها اكيد في وصولات متبادله بينه وبين الشركه المصدره من الخارج. اصل بابا من ساعه ما خرج على المعاش ومفيش حد بيجي يسال عليه خالص. انا عارف انت هنا ليه ومين اللي بعتك. وزارة الصحة. أستاذ هلال كامل؟ أيوه. مين حضرتك؟ رؤوف هاشم، ضابط من الأمن الوطني. كنت محتاجة أدردش مع حضرتك شوية. عندك شاي ولا أنزل أشتري؟ لا عندي شاي طبعًا، بس أنزل أشتري من تحت أحسن. اتفضل. شكرًا يا فندم. اتفضل. شكرا. انا قريت كتير من مقالات حضرتك وعجبتني كلها جدا الحقيقه. عجبتك؟ انت متاكد انك انت امن وطني؟ ومين اللي مفهم حضرتك يا هلال بين ضباط الامن الوطني ما بيقروش المعارضين؟ لا انا متاكد انهم بيقروا، بس مش متاكد ان مقالاتي بتعجبهم. لما يكون صحفي محترم زي حضرتك بتاريخه ده يبقى لازم تعجبنا. بتاريخه؟ اه أنا متهيألي إنك أنت جاي من طرف فؤاد بيه، مش كده؟ أنا جاي لك يا أستاذ هلال وأنا واثق إن أنت مش هتخذلني. كده هتخليني أشك إنك أنت جاي من طرف فؤاد بيه. هو ما حكالكش كويس عني؟ بالعكس، حكالي كتير جدا. أستاذ هلال، أي عربية في الدنيا عشان تمشي محتاجة بنزين وعجل. لو عربية فيها عجل ومفيهاش بنزين مش هتتحرك، ولو عربية فيها بنزين ومفيهاش عجل برضه مش هتتحرك.
يا سلام يا سلام. وانا بقى بالنسبه لكم بنزين ولا عاجل؟ احنا الاثنين عايزين العربيه تمشي. لا انا احب اخدها مشي. ماشية بينا رجولة وجدعانة كل شايل هم بعض ومحدش مبدأه أنا عايشين في وسط بعض ما في بينا أي خلاف مسلم مسيحي واقفين كتف في كتف ومش بتخاف شمسك يا مصر نهار طالع نور كل حياتي ليل الجمال ده في دايم في عيش كل يوم هناتي حبك عامل زي لحن جميل لعود في قلبي مهما سمعت غربي مفيش جوايا غير الشرقي حياتي فيكي حالة عشق حتى لو الواقع أليم أنا مصري والمصري معروف إنسان عظيم الله على لمة أهلي وصحابي متجمعين مهما دورت مش هلاقيها في حتة لو دورت سنين طول عمري فاكر انك ليا نقطة ضعف كبيرة طلعت مصدر قوتي وحب ليكي كله غيرة بحبك يا بلدي الله عليك يا زوم يا عالمي. طب بذمتك ايه رايك في الصور بقى يا معتز؟ تسلم ايدك يا زوم، الخبر ده هيضرب في السما. حلاوتك يا زوم. حسبه سيادته. سيادته اللي وصل لمكانه على حساب ارواح المرضى. سيادته فاكر نفسه فوق القانون وملهوش كبير. فاكر اننا هنفضل ثابتين على فساده. الله العظيم العيال دي اليوم سايبينهم ازاي كده؟ لازم بتحاسب على الناس اللي قتلهم بجشع وطمع. قولي معاك. حساب يا دكتور، وتدخلوا البلد بطرق غير مشروعة عشان تكسب منه ملايين يبقى لازم تتحاسب. ربنا يستر عليك يا بابا.